أو المشروعين الذين تم اكتشافه في لجنة التعليم أو المشاريع المرتبطة بالاتفاقية الدولية التي عالجتها اللجنة الخارجية، هذا إلى جانب تدخله بمناسبة مناقشة مشروع قانون التسقية بلجنة المالية. اليوم نحن اليوم يقوم اتحاد العام الشغالي من المغرب بعرض حصيلة فريقه داخل مجلس المستشارين. هذه الحصيلة التي ميزت سنة من العمل، سواء تعلق الأمر بمراقبة العمل الحكومي أو مراقبة السياسات العامة أو مجال التشريع، واللي قدموها المناضلين والمناضلات في هذه الجهة، وكانت مناسبة كذلك لدراسة أفق اشتغال الفريق في هذه الدورة البرلمانية التي نعتقد بأنها ستتسم مجموعة من التشريعات ذات طابع الاجتماعي، وستتسم كذلك بمجموعة من المقترحات التي ستصب في إن شاء الله الرحمن الرحيم في صالح الطبقة الشغيلة المغربية. وكانت فرصة كذلك مع المناضلات والمناضلين بهذه الجهة أنه نحل مجموعة من المشاكل، سواء مشاكل جهوية المتعلقة بالقطاع الخاص أو مشاكل الحوارات القطاعية بصفة عامة. أولا نحن داخل الاتحاد العام وقعنا على اتفاق ما بين النقابات التعليمية والحكومة، ونعتقد بأنه هذا مكسب مهم للشغيلة التعليمية، وهذا الاتفاق أتى بعد مفاوضات طويلة ومريرة، ونعتقد بأنه فيها مكاسب كثيرة الطبقة الشغيلة التعليمية. ليست كلها المطالب اللي كنا كنطمح لها تحققت، ولكن تحقق جلها وفي هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة. هذا الاتفاق سيليه اتفاقات أخرى فيما يخص قضايا أخرى اللي كتهم الطبقة الشغيلة التعليمية، واللي احنا في دراستها خاصة بعض الفئات التي لم يتم إنصافها لحد الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. عبد الله القراطعي نائب الكاتب الإقليمي الاتحاد العام الشغالين عمالة المضيق في نيدق، كاتب محلي لقطاع سيارة الأجرة صف الثاني من مضيق، وعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات. اليوم هو اليوم الدراسي اللي نظموه فريق مجلس المستشارين برئاسة الأخ نعمة ميارة رئيس مجلس المستشارين والكاتب العام الاتحاد العام الشغالين. هو يوم دراسي، يوم مهم، حول المشاكل اللي كيعيشوا فيها القطاعات المهنية للقطاع الخاص وللقطاع العام، واللي تبلور فيه واحد المجموعة ديال الإشكاليات. والحمد لله كل شيء خارج بارتياح، وكان لقاء تواصلي في المستوى، وخاصة نحن كقطاع سيارة الأجرة يعني دلونا بالدول ديالنا وعطينا المشاكل اللي كي تخبط فيها القطاع حول الدوريات الوزارية اللي هي منظمة القطاع، وكذلك نطالب بقانون ينظم المهنة. واليوم كان بكل صراحة كان ارتياح، وكان لقاء متميز ولقاء يعني شيق مع الكاتب العام الأخ نعمة ميارة، وتحية للجميع. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.